السلام عليكم، ورجعنا لكم مع اقوى تكتيكات المدرب الافضل بمناسبه دخولنا لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. النهارده باذن الله للعوده لسلسله التكتيكات من جديد لخطه 5-2-3. خطه النهارده هتقهر بيها كل المدربين. مفيش حاجه اسمها انا الخصم اللي قدامي قوي وانا مش هعرف اهزمه. من النهارده ان شاء الله هتهزم كل المدربين. فحط لايك واشترك في القناه لو مستني ايه عشان ندخل على التشكيله مع بعض. خطة النهاردة زي ما قلت لك في بداية الفيديو هي 5-2-3، الخطة المرعبة جدا زي ما انت شايف. عندي بعض اللعيبة في منتخب ايطاليا طبعا للناشئين او اليورو ايا كان، اللعيبة مش موجودين. عموما الار دبليو اللي معايا زي ما انت شايف موجود في التدريبات، ايضا الار بي موجود في التدريبات. فانا هشرح لك الخطة على كده، ولكن انت هتلت المراكز كلها في اماكنها زي ما انت شايف. بتعتمد على جناح يمين، راس حربة، جناح شمال، 2 ديفندرات او 2 واو دال او 2 سي دي ام، ايا كانت بقى اللغة اللي عندك. انا قلت لك كل المراكز اللي موجودة عندك. الظهير اليمين، 3 قلوب دفاع، والظهير الشمال حارس المرمى طبعا اكيد هيكون موجود. دكة البدلاء اللي مش هوصيك غير عليها لان هي السر في الفوز. لو الماتشات راحت لاشواط اضافية او حصل شوية تغييرات كده، هو ده السر في الفوز باذن الله بتاعك، هيكون دكة البدلاء. ودي النقطة اللي هتخليك متميز عن اي مدرب تاني في اللعبة باذن الله. هاخدك شوية بسيطة كده بس قبل ما نكمل ونروح للتكتيكات. عندنا بوت المدرب الافضل. هتقول لي يا عم قلت لنا عنه مرة مش كل شوية بقى. هقول لك لا استنى بس، في اضافات جديدة وفي بطولات رمضانيه. لو انت عايز تشارك معايا في بطولات رمضانيه في سحوبات وفي حاجات عظمه كلنا نستفيد بيها ان شاء الله. سحب على 1125 كوينز لكل اللي موجودين في البوت يا باشا. محتاج كوينز، مش لازم تعمل عروض اعمال، مش لازم تشحن في اللعبه، لازم بس تخش على البوت اللي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف، تضغط على كلمه السحب على 1125 كوينز. زي ما انت شايف انا ضغطت اهو، البوت بيقول لي مرحبا بك يا احمد عبد الهادي، للدخول الى السحب يتطلب 30 نقطه، يتم السحب في 2 رمضان واشعاركم بذلك داخل البوت واعلان الفائز. الدخول الى السحب يكون مجانا للمشتركين، واضغط على قسم المشاركه في السحب. طبعا انا معايا نقط كتير فبالتالي هضغط المشاركه على السحب اللي اضغط على قسم الدخول الى السحب وتابع الخطوات. هنعمل الدخول الى السحب، ارسل اسمك باللعبه للدخول الى السحب، ابعت له اسمي عادي جدا مفيش اي مشكله، ادي يا سيدي اسمي عشان خاطر البوت يدخلني على السحب. بعت له اسمي، هل انت مشترك في الاشتراك المدفوع ببوت المدرب الافضل ام انك قمت بجمع النقاط المطلوبه للدخول الى السحب؟ هقول لكم بجمع النقاط المطلوبه بس كده يا سيدي. المفروض ان انا كده دخلت تم ارسال البيانات الى المدراء، سيتم مراجعه البيانات وارسال رد لك هنا. بس كده يا سيدي، انت يا دوبك هتعمل الخطوات البسيطه ديت، دخلت على سحب 1125 كوينز. هتقول لي طب انا معيش نقط زيك هجيبهم منين؟ هقول لك هتعمل دعوه لصديقك تدخله للبوت، بس هو ده كل اللي انت بتعمله. طب انت ما عملتش دعوه ومحتاج نقط او ما عندكش نقط كتير، اعمل الاشتراك المدفوع اللي انت بتلاقيه تحت خالص ده زي ما انت شايف موجود في البوت. الخيار الثاني واللي نزل فيها هو دعم دوريات زي ما انت شايف كده. بنستفاد منها ايه؟ لو انت عندك دوري وعايز تزود فيه المدربين او تدخل فيه مدربين، هتعمل دوري الخاص بك ب 15 مدرب. طب لو انت عندك مجموعه او جروب واتساب او تليجرام وعايز تدخل فيه اعضاء، ممكن تدخل 30 عضو. طب لو انت عندك قناه يوتيوب او وعايز تزودها، تقدر تدعم قناتك ب 25 عضو، طبعا على حسب الاسعار والحاجات اللي موجوده. زي ما انت شايف دعوه دعم ب 25 عضو. هيقول لك قم بتصوير هذه الرساله او اعاده توجيهها الى البوت، ارسل رابط قناتك الى نفس البوت، ارسل له وصف القناه المراد دعمها وهيظبطوا معاك الدنيا، وان شاء الله تكون فتحه خير على الجميع ودعم لكل الناس. اخر حاجه لو انت محتاج تشحن المدرب الافضل، محتاج باسعار قويه جدا، 1125 كوينز ب 20 ريال، 2350 كوينز ب 40 ريال، 6250 كوينز ب 80 ريال فقط، 13500 كوينز ب 150 ريال فقط. فانت استوعب معايا العروض اللي موجوده في البوت او في قناه او في صفحه البوت بقى، صفحه الجرام بتاع البوت نفسه. وطبعا عشان على البوت لازم تدخل الصفحه، فانت هتكون موجود في الاثنين وهتلاقي الرابط برده في الوصف. بدلعكم على الاخر اقسم بالله. اعتقد ان كفايه كلام كده عن البوت وعن العروض والدلع اللي انا مقدمه لكم، ونرجع للفيديو ونكمل التكتيك مع بعض. الهجمات المرتده هي العقليه بتاعتنا او الجيم بلين بتاعتنا لخطه 5-2-3. طبعا عنيف او اجريسيف على حسب انت اللغه ما هي موجوده عندك. كون عنيف في معظم الماتشات، ولكن لو الحكم لونه احمر او برتقاني نزلها لنورمال او مقبول عشان خاطر ما تاخدش طرد او كروت صفراء كتير. بس في الاغلب بتبقى اجريسيف او عنيف، فبالتالي ركز في النقطه دي كويس جدا. الوسط هيساند الدفاع والهجوم في مكانه والدفاع في مكانه بلا اي تغييرات. عندك الارقام اللي كالاتي: 32 38 63. هتقول لي يا عم الارقام ديت 32 عشان الضغط يكون طبيعي وما تسيبش مساحه لخصمك يستغلها ان هو يسجل اهداف، نفس الوقت عقليه دفاعيه ب 38 عشان تقدر تامن كويس من استقبال الاهداف، واخيرا هاي باسس عشان توصل للجول بسرعه بتبريراتك السريعه. 63 تقدر توصل بسرعه ان شاء الله. دفاع المنطقه هو اللي هيكون معانا، التسلل هيكون لا
لأ أو الأوفسايد هيكون لأ. بس كده سيدي ده كان بالنسبة للتشكيلة، وعشان خاطرك هجرب لك ماتشين وديين كده بدون اللعيبة اللي موجودة في التشكيلة ونشوف إيه اللي هيحصل. علينا خسرنا عادي عشان مش موقفين حارس مرمى ومش حاطين اللعيبة في أماكنهم، فعموما ما علينا من الماتشات الودية. هنحتاج إن إحنا طبعا نحط التمركزات. أنا حابب أقول لك إن أنا متصدر مجموعتي 6 نقاط، مسجل هدفين، كسبت 1-0 1-0 بنفس التكتيك وما استقبلتش ولا هدف، متصدر مجموعتي 6 نقاط. سيبك من الماتش الودي عشان خاطر الخطة ما كانتش كاملة. وبس كده يا سيدي، احب اقول لك ان هو ده تكتيكنا النهارده 5-2-3. اتمنى انك تهتم جدا بالنقطة اللي شرحتها لك في البوت، لان صدقني مهمة جدا للكل يستفيد فيها في البطولات الرمضانية، اسرار المدرب الافضل وما الى ذلك، كله موجود في البوت يا بطل. رابط البوت هتلاقيه تحت، لو عايز تشحنه انزل للبوت على طول وتواصل معاه وهو هيوفر لك الاشتراكات المدفوعة. عايز تستخدمه كبوت مجاني موجود برضو لو مش عايز تشتري في البوت. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده لخطة 5-2-3 حرف البي. اتمنى في الاخير انك تحط لايك، تشترك القناة عشان نوصل للمليون باذن الله. شكرا لكم على المشاهدة، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.